الجزائر دوما توعد الفلسطينيين، وحقا هي صاحبة الوفاء الحقيقية. بداية مرحبا متابعينا الكرام، رجعنا لكم بحلقة جديدة وفيديو جديد عبر قناة أنا الفلسطيني حسام أبو الحاج. برحب بكم أحباب الفلسطينيين في كل مكان والعاشقين للقضية الفلسطينية والمؤمنين تماما بأن الاحتلال الصهيوني سيزول من الأراضي الفلسطينية المحتلة. غياب ما يقارب 3 أيام ونص أو 4 أيام عن هذه القناة لظروف خاصة، ولكن رجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة لأهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. دائما بنعرف الجزائر واقفة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، الجزائر دائما مساندة لشعبها العظيم، الجزائر دوما صاحبة العطاء والكرم، الجزائر دوما صاحبة الخيرات، الجزائر هي من أنشأت مقولة نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، الجزائر هي المدافعة عن فلسطين بكل ما تملك وتقدم لها الغالي والأغلى من الغالي. طبعا بكل تأكيد أهلنا في الجزائر حبهم لفلسطين عظيم، ويشهده التاريخ والزمن، ويشهده العالم أجمع، ويشهده الدول العربية، لأنهم يحبون فلسطين. ففلسطين باتت على أمل عظيم بالجزائر لتحرير فلسطين بإذن الله من دنس الاحتلال الصهيوني. طبعا هذا الفيديو بالتحديد لنفرجيكم الخير الذي تقدمه الجزائر لبعض الأسر الفقيرة الموجودة في قطاع غزة، وهذا الفيديو الذي قام بإنشائه وتنفيذه المبادرة الجزائرية الفلسطينية. طبعا سبق لنا العمل ولنا الشرف بذلك، المبادرة الجزائرية الفلسطينية برئيسها الشيخ الشيخ العظيم أبو أسامة الجزائري، طبعا رئيسها في دولة الجزائر، والمدير التنفيذي لها في قطاع غزة عندنا الأستاذ أبو أحمد سعد. طبعا كل التحية لهؤلاء الأشخاص الذين يعملون ليل نهار من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل الشعب الفلسطيني، الذين يقدمون ما بوسعهم لفلسطين وشعبها العظيم. راح نشوف أحبابنا الكرام اليوم ناس لجأت لأهلنا وشعب الجزائر العظيم، وطبعا هم اعتمدوا على أناس خيرا يعتمد عليهم دوما وأبدا، اعتمدوا عليهم. طبعا هؤلاء الناس فقراء، هم بيت أيتام في عنا في مدينة غزة بالتحديد. بيتهم كان من الأساس لا يصلح للسكن ولا يصلح للعيش، ولجأوا لأهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، وإذ بأهلنا بالجزائر تهب بيد وبيد واحدة، وكما اعتدنا على هذا العطاء منهم دوما وأبدا، وتنقل حياتهم من بيت لا يصلح للسكن إلى بيت يعني يشابه بالقصر والحمد لله. فبكل تأكيد هذا العطاء معرف من أهلنا في الجزائر، نحن نعرفه جيدا، ودوما اعتمادنا على أهلنا بالجزائر، من يعتمد على أهلنا بالجزائر من بعد الله عز وجل فلن يخيب اعتماده ولن يخيب ظنه. فرح نفرجيكم كيف كانت فرحة هذه العائلة الفلسطينية ببناء بيت جديد لهذه العائلة الأيتام، ونقلهم من حزن ومن حزن ملأ قلوبهم إلى سعادة عامرة داخل قلوبهم، وكل هذا كان بسبب أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. وقبل ما نفرجيكم هذا الفيديو بالتحديد ونفرجيكم كيف كانت فرحة العائلة العامرة، بنحب نوجه تحياتنا لأخونا أبو أسامة الجزائري رئيس المبادرة الجزائرية الفلسطينية، ولأخونا أبو أحمد سعد مدير مكتب المبادرة الجزائرية الفلسطينية في قطاع غزة. ونوجه التحية إلى الجنود المجهوليين، ونوجه التحية هي للداعمين في هذه المبادرة وفي هذا العمل الإنساني الخيري والذي أدخل الفرح والسرور على هذه العائلة، ونسأل الله أن يكون دوما نصيب من الخير والعطاء لأهلنا في الجزائر، يكتب لهم ويكتب في ميزان حسناتهم عند الله عز وجل بإذن الله تعالى. تعالوا بعد نشوف هذا الفيديو حبابنا الكرام، ومن ثم نكمل معكم هذه الحلقة. الله 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 يا مولانا، لا بد من فناء، الملك يبقى لله. الله 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 يا مولانا، لا بد من فناء، الملك يبقى لله. من فناء الملك يبقى لله.
أهلكني هواكم عذبني أنا ملكني هواكم عذبني وزادني شوقا وقلقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الأثناء وفي هذا الوقت المبارك نقوم بافتتاح هذا المنزل بعد ترميمه وإصلاحه لأصحابه هنا في قطاع غزة، وجاء بدعم كريم من أهلنا في دولة الجزائر وخاصة من المبادرة الجزائرية الفلسطينية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المحسنين في دولة الجزائر الشقيقة وكل من ساهم في إصلاح هذا البيت ليصبح بهذا المنظر الجميل. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. بثوب رضاكم كفنوني، بثوب رضاكم كفنوني بباب حماكم ألحدوني. واكتب على قبري ورقا هذا أحب. كما تشاهدون هذه الفرحة على هذه الأسرة بترميم منزلها، نتمنى منكم أن نقوم بترميم منازل أخرى هنا في قطاع غزة لإدخال فرحة جديدة على أسرة جديدة. الحمد لله والشكر لله، الحمد والشكر لله أن جعل مثل أهلنا في الجزائر تدخل الفرحة والسرور على الأيتام وعلى العائلات الفقيرة في قطاع غزة. الحمد لله أن الله جعل محسنين كثير من أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. من هذا المنطلق والله يعني وإحنا بنحضر في الفيديو للأمانة هذا العمل عظيم جدا يا أخوان، بأن نجبر بخاطر أناس كانت فقدت الأمل من هذه الحياة وسئمت من هذه الحياة، ولكن أهلنا بالجزائر دوما واقفين ومساندين للشعب الفلسطيني. فمن هذا المنطلق شكرا للشعب الجزائري العظيم، شكرا على طاعتكم باسمي وباسم فلسطين. نؤكد تماما على الثوابت والرجولة والشهامة والكرم العظيم من أهلنا في دولة الجزائر الذي اعتدنا عليه اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه الشعب الفلسطيني بالتحديد. هذا الكرم الذي سيبقى يستره التاريخ درس تلو درس ومقاما تلو مقام، ويعلو فوق رؤوسنا وهو وسام شرف على رؤوسنا ووسام شرف على صدورنا. بكل تأكيد من هذا المنطلق نقول لكم شكرا شعب الجزائر العظيم، اعتدنا على هذا العطاء وعلى هذا الكرم. هذه الرسالة بكل تأكيد وهذه الحلقة بكل تأكيد ردا على البعض بمن يقولون بأن الجزائر هي بلد شعارات وليس تقف بجانب القضية الفلسطينية. لا، الجزائر هي بلد أقوال وبلد أفعال، وشعبها العظيم مساند لفلسطين وسيبقى مساند لفلسطين إلى أن تقام الساعة بإذن الله تعالى. إلى هنا أحبابنا الكرام وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم. طبعا من هذا المنطلق ما زلنا بنكرر تحياتنا للأخ أبو أسامة الجزائري رئيس المبادرة الجزائرية في الجزائر وفي العالم العربي والوسط العربي، ونقدم التحية والإجلال والإكرام للأخ أبو أحمد سعد مدير مكتب المبادرة الجزائرية في قطاع غزة وفلسطين. وبكل تأكيد نقدم التحية للجنود المجهولين، نقدم التحية لمن بادروا في هذا العمل، نقدم التحية للمتبرعين والمساهمين.
نسأل الله أن يديم هذا العطاء، نسأل الله أن يديم هذا الكرم، نسأل الله أن يعوض المحسنين عوض خير بإذن الله تعالى، وأن يكون رزقهم وأجرهم عند الله عظيم بإذن الله تعالى. كل التحية لكل من ساهم في هذا الخير من أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، وكل التحية لأهلنا وشعبنا في الجزائر، هذا الشعب الذي نفتخر ونعتز به. إلى هنا وصلنا لهذه حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت على إعجابكم، أتمنى الاشتراك في القناة فازي جاس يصلكم كل جديد. كان معكم العالمي الفلسطين حساب الحاج، بأمان الله سنكون معكم على متابعة، ولن نغيب عليكم ولن نطيل عليكم. إلى اللقاء.